نقدر نقول البدايات الاولى ديالي كانت من الصغر، كانت عندي ديك الموهبه ديال الرسم وانني نبتكر اشياء من لا شيء. كانت عندي ديك كما تنقولوا الحاجه ام الاختراع، فاش كنبغي مثلا شي لعبه معينه ما كنقدرش مثلا نمتلكها ولا نشريها، كنحاول مثلا نفكك داكشي اللي عندي في الدار وداك داك لافيرا اللي مزاوط، ما نقولش لافيرا ولكن داك داكشي اللي خاسر، نحاول نصنع ديك اللعبه ونقرب ليها ونحيد ديك الشهوه ديال الطفوليه اللي كانت عندي انني بغيت انا نلعب بغيت انا نستمتع. نقدر نقول هنا جات البدايه الاولى ديال هذه المساله هذه ديال انني نخدم بداك المثلثيات اللي متوفره. جات مرحله ديال الشباب نقدر نقول فاش دخلت للمجال ديال التركيب المعدني في التكوين المهني، نقدر نقول غير بالصدفه بحيث انني كنت بغيت ندير لا ميكانيك، حيت في هذاك الشيء اللي كنبغي انني نركب شي حاجه ونعاود نديمونطيها، يعني كتستهويني داك دوك القطع المعدنيه، تيعجبني اصلا داك المجال. نقدر نقول كانت ديك الساعه ما نقول ما ديك البلاصه ديك الساعه كانت هذاك الشعبه كانت عمرات، وتما بقات الشعبه ديال التركيب المعدني. نقدر نقول هنا الصدفه هي اللي لعبت واحد الدور. فاش جات المرحله ديال الشباب كنت دخلت لواحد المجال ديال التركيب المعدني، نقدر نقول هاد الشعبه هذه ولا هذا المجال جا غير بالصدفه، بحيث انني في الاول كنت بغيت ندخل لا ميكانيك حيت في هذاك الشيء اللي كنبغي انني نتعامل مع القطع المعدنيه، نديمونطي شي حاجه نعاود نديمونطي، يعني الشيء اللي كيعجبني هو لا ميكانيك. نقدر نقول ديك الساعه المجال هذا كان عمر، وبقات هاد الشعبه ديال التركيب المعدني ما كنتش عارف عليها حتى شي حاجه. كان عندي واحد التعريف بسيط شرحوا لي السيد على انها فيها التلحيم فيها مثلا هكذا. نقدر نقول فاش دخلت لهذا المجال لقيت داكشي صراحه اللي بغيت، لقيت فيها الراس، لقيت فيها مثلا التعامل مع المواد، نتعامل مع الحديد لاول مره صراحه كنتعامل مع هذه الماده، ولقيت الامكانيه انني ندير بها بزاف الحوايج. نقدر نقول هذه هي البدايه الاولى انني كيفاش تعاملت ولا اكتشفت ولا نقول بانني هكذا تلاقيت مع هذه الماده ديال الحديد. كنت الفكره ديالي انني ندير مقاوله، توفقت انني نديرها في 2012، نقدر نقول في نفس المجال ديال التركيب المعدني ديال الحداده هذه، بحيث انني خديت واحد التجربه كبيره في الميدان ديال سوق العمل، اكتسبت واحد الخبره حاولت نوظفها في هاد المشروع اللي درت. وديما الجانب الفني كان ديما في بالي انني نستغل المثلثيات نخدم مهم شي حاجه ديال لاغ ديال الفن. نقدر نقول هنا داك العامل ديال انني شغوف بهاد الفن كان ديما على بالي. نقدر نقول ديك الساعه كان دوك المثلثيات اللي كيشيطوا ليا بحكم طبيعه الخدمه ديالي كنت كنوظفها كنصنع بها اشكال فنيه، والميزه اللي كنت بديت بها انني نصنع اشكال فنيه اللي هما كبار، يعني مجسمات اللي عندهم واحد المواضيع كنقولوا بحال الحيوانات هذه. كان عندي واحد المساحه كنت كنعرضها في الشارع العام، من بعد كنلقى واحد الاستحسان واحد التجاوب اللي هو كبير مع الناس اللي كيدوزوا، ما كانوش كيعرفوا كاع شكون اللي كان كيصوب هذا الشيء. نقدر نقول لقى واحد التفاعل ايجابي مع المجتمع، يعني خداو بواحد الاستحسان واحد الطريقه اللي هي زوينه. من بعد خلاص في 2015 بديت كنركز بزاف في هذا المجال هذا. الميزه اللي بغيت نوصل هي انني نحاول نوصل بان اي خلاص نقولوا هذا المجال عنده واحد البعد بيئي اللي نقدر نقول المغرب راه احتضن لاكوب 22، يعني حتى هو راه كيهتم بالجانب البيئي. نقدر نقول المجال ديالي غادي في هذا الاتجاه. كانت عندي واحد المشاركه في لاكوب 22، انا الفكره ديالي انني ندير هذه الفكره ديال اعاده التدوير ونحطها في واحد القالب فني، بغيت نوصلها صراحه ونعتمدها ونخلي الناس نقدر نقول المسؤولين انهم حتى هما يعتمدوها، يخلقوا من لا شيء واحد القيمه جماليه اللي نزينوا بها الشارع العام، نزيروا بها زعما المناطق العموميه. كان صراحه تجاوب زوين من عند المسؤولين، بالعكس كان واحد الترحيب واحد الاستحسان اللي هو مزيان. وان شاء الله غادي يكونوا اشكال فنيه اصليه، غتكون واحد الميزه فيهم زوينه. شنو نقول المثلثيات راه ماشي غير الحديد بالضبط، انا الطبيعه ديال الاستغلال اللي كنستغل الماده، اي ماده ممكن نستغلها، يعني الحديد ندمجوا مع الخشب، ندمجوا مع البلاستيك، ندمجوا مع الزاج. يعني الفكره ديالي انني نوصل ان اي ماده ممكن نحطها في واحد القالب. كانت اول مره صراحه بديت باول مجسم اللي نقدر نقول كبير، هذه هي الميزه صراحه اللي تعرفت بها، انني كنصنع مجسمات اللي الابعاد ديالهم كبار. كنت خرج اول موضوع ديال الخيل حطيته في شارع عام، وكان واحد التفاعل زوين من عند الناس اللي غاديين وجايين، كياخذوا الصور التذكاريه معاه وكيبارطاجوها في مواقع التواصل الاجتماعي. من بعد لقيت بان راه وصلوا واحد التجاوب اللي هو كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. نقدر نقول هذه هي واحد سميتو، نقدر نقول بحال هنا عرفت بان المتلقي
انه تجاوب بواحد الطريقه اللي هي واعره وبواحد الطريقه اللي هي ايجابيه مع هادشي اللي كندير. الواحد فاش كيكون عنده شي طموح اللي هو كبير اكيد خصو يكون ضروري على الاستعداد انه يواجه الصعوبات. وانا بحد ذاتي راه ما نقولش بان راه الطريق كانت عندي مفرشه بالورد، بالعكس كان فيها مجموعه من الصعوبات والعراقيل كنت نفسيا مستعد ليها بحكم انني نقدر نقول بديت من الزيرو، يعني ما نقولش الزيرو نقول من تحت الصفر، نقول راه بديت من التحت وبشويه بشويه مع داك الاصرار لانني نحقق داكشي اللي بغيت نقدر نقول بان كيبانوا لي العراقيل ما كنحس بهم، يعني كان كما تيقول كندخل فيهم طول العرض. هذا هو نقدر نقول بانني مهيئ نفسانيا، هيئ نفسي نفسانيا انني غنقدر نواجه صعوبات وخصني نواجههم. بالنسبه للاحلام ديال الناس راه ما عندهاش الصراحه الحدود، وبالنسبه لي انا عندي مجموعه من الافكار ومجموعه من الاهداف بغيت نحقق صراحه. نقدر نذكر غير بعضها، مثلا انني بغيت ان شاء الله انني في كل مدينه في المغرب بغيت ندير واحد مجسم كنركز حاليا على الموضوع اللي يعني المواضيع اللي عندها واحد الابعاد ثقافيه، ابعاد تراثيه، ابعاد فلسفيه. هذا هي الفكره ديالي انني كل مدينه بغيت ندير فيها مجسمات اللي كتعكس الثقافه ديال ديك المنطقه.